مشاهدينا ورمضان كريم علينا وعليكم. حبيت اليوم أخذكم على طول كرم على جمعية اليتيم العربي اللي هن اليوم استقبلونا ورح نقضي إحنا وياهم يوم جميل وإفطار جميل معاهم تحت رعاية هيئة الإذاعة والتلفزيون وكمان جمعية اليتيم العربي ومسلماني هم اللي هن راعيين لهي الحلقة. خلينا مشاهدينا نرحب بمدير جمعية اليتيم العربي الأخ رأفت قب. أهلا وسهلا فيك، تفضل. أهلا وسهلا، شرفنا بكم. أهلين وكل عام وانتم بخير. وكل عام وانتم بخير وكل عام الخير لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية. وخليني رحب كمان بالشيف تبع جمعية اليتيم العربي الست أم الأمير اللي هي طباخة مسخن من الآخر. على فكرة احنا اليوم رح نفطر عندها، مش هنخليه لها شيء بقلب الطناجر. اهلا وسهلا شيك شباب، مش هنخليه لها شيء. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك وكل عام وانت بخير. وانت بخير يا رب، ينعاد عليك ان شاء الله. تسلمي. وخلينا خلي الاستاذ رأفت يحكي لنا شوي عن هاي الجمعية واهميتها وكيف بدت هاي الجمعية بمدينة طول كرم. جمعية دار اليتيم العربي اخت احسان جمعية لوائية تأسست عام 1961 كجمعية نسوية، وخلال محطاتها المختلفة خاضت النضال من أجل تخريج أفواج من الشباب الفلسطيني اللي أصبحوا ناس فاعلين داخل المجتمع من الأيتام وقضايا تفكك الأسرة، واستطاعت أنها تأخذ بأيديهم إلى بر. يعني عندكم يتمين أب ويتمين أم وعندكم تفكك أسري، وأنا حسب ما قعدت وسمعت انه الاكثر عم بيكون للاسف نعم من بالوقت الحالي طبعا اكثر هم قضايا تفكك الاسري بعكس الوقت الماضي اللي هو كان فئات الايتام. نعم نعم. هلا انتم كيف كجمعيه يعني بدك تقول بتستمروا، يعني بدكم مورد، بدكم يعني مصاري، بدكم دعم، كيف انتم بتقدروا تدبروا هذا؟ يعني طبعا الهاجس الاكبر لدار التيم العربي دائما للجمعيات لا تعتمد على مصدر دخل ثابت اللي هي اموال التبرعات. نعم. طبعا الحضن الدافئ لهي المؤسسه اللي هو شعبنا الفلسطيني بكافه اماكن تواجده. أيوة. بالداخل الفلسطيني 48 اخواننا الفلسطينيين هناك، ابناء الضفه الغربيه، ابناء شعبنا الفلسطيني بالشتات، الامارات العربيه المتحده، الاردن وباقي الدول، وطبعا في هناك اصدقائنا في اوروبا وامريكا مشكورين دائما نتواصل معهم بيدعموا الجمعيه. نعم. في المال وطبعا فيهم وبهم نستمر. نعم. اذا المشاهدين كثير مهم احنا بهذا الشهر الفضيل وشهر الاحسان، بما انه هذا البرنامج رمضان مع احسان، قديش مهم انه نتوجه للجمعيات الخيريه وندعمها، وخاصه الفلسطيني الشتات اللي عندهم وضع، في منهم وضعهم ما شاء الله، انهم يدعموا الجمعيات الفلسطينيه في الداخل، وكمان بيقدروا يفوتوا على الويب سايت تبع الجمعيات الخيريه بفلسطين ومنهم الجمعيه اليتيم العربي على الفيسبوك، جمعيه دار اليتيم العربي في العربي ودار اليتيم طول كرم في الانجليزي. وفي لنا طبعا يعني مدرج اسم الجمعيه في كافه المواقع اللي تتعلق في الجمعيات الخيريه بفلسطين. حلو. اذا شكرا شكرا لك. وخليني اروح للست ام الامير. ام الامير هلا قلتي خليك جنبي، قلتي بدنا نحكي انه المسخن اكله فلسطينيه ومشهوره طول كرم فيها غير عن بقيه الشعب، غير عن بقيه المناطق. ليش؟ شو الميز اللي فيها؟ هي احساس انه الزيت البلدي متواجد. أيوة. كله يعني البصل البلدي وكل هذا متواجد كثير، يعني وهذا متواجد بارضنا في ارضنا الطيبه. أيوة. واحنا من يعني اكله شعبيه متواجد كثير. هدول الدجاجات مش مربيين برا، هدول لا هدول متربيين من بلادنا، كله من بلادنا. من بلادنا. الله يخلي خيرات الله بلادنا يسلمك. خلينا نشوف المقادير تبعت الاكله، وبعدين بعد ما نشوف المقادير مشاهدينا رح نروح لفاصل، ورح يكون عندي بالفاصل ضيوف تانيين، فخليكم معي
خلينا نشوف شو المقادير. عندك هون معلقة بهار أسود، أيوة، وقية سماء، أيوة، معلقة طبعا حسب الذوق الملح عندنا هون. ايه؟ عندنا هون عود كرفة، عود غار، غار ورق غار، أيوة، حب هال، أيوة حلو، على أساس بصل، بصل كيلو عندنا هون. كيفك بفرم البصل؟ ايه الحمد لله. والله أنا بلاقي لازم يعاقبوا الرجال لما بيقولوا بدنا مسخن يعقمون بالبيت، يقولون فرموا بصل. برضه هذا شغلنا، بنرجعوا من كل شغلنا احنا. بيقبلوا؟ لا. هون عندك دجاجة. المقادير الموجودة عندنا هون. واللوز البلد، اللوز هذا من أرضنا، من بلادنا. كله من بلادنا. كله من عندنا. إذا مشاهدينا خلينا نروح لفاصل صغير وراجعين. مشاهدينا مثل ما قلت لكم انه احنا بجمعيه اليتيم العربي، واليوم راح نقضي معهم وقت حلو. على فكره احنا كثير مستمتعين مع الاولاد، وقلت طالما انه احنا عم نطبخ لازم يكون معنا كمان ضيوف اولاد من قلب هاي الجمعيه، وخليني اعرفكم عليهم. شو اسمك انت؟ احمد صخر. احمد صخر؟ صخر صخر. انت قلت لي اسمك صخر. احمد واحمد. ايوه. كيف كنتوا بتحبوا المسخن؟ اوكي. بتحبوا مطرح ما انتوا هون بتناموا بالجمعيه؟ قد ايه صار لكم بالجمعيه؟ قرب علي شوي، قد ايه صار لك بالجمعيه انت؟ صار لي سنه. سنه وانت؟ ثلاث سنين. كيف بتحبوا هون وعندكم اصحاب وصرتوا اخوان و... اوكي. شو بتحبوا اكثر شيء بقلب الجمعيه؟ نلعب. تلعبوا؟ كل الاولاد بحبوا اللعب، ما شفت ولد ما بحب اللعب. والمدرسه شاطرين فيها ولا مش شاطرين؟ لا شاطرين. شاطرين ولا مش؟ لا شاطرين. مش شاطرين. قديش معدلك؟ قديش معدلك؟ اضحك. قديش معدلك؟ قديش؟ ايش يا صخر قديش معدلك المدرسه؟ شاطر. خلص شاطرين، يعني معي اولاد شاطرين. طب كيف كل بفرم البصل؟ منيح. بدي اشوف هلا. بتحبوا المسخن؟ اكله مسخن. أكلة المسخن مثل ما قلكم هون كتير كتير بحبوها. وهلأ رح نعمل أنا وياكم مسابقة، رح أعطيكم، بس انتبهوا من السكاكين مش ماضية، اوعوا تفكروا مشاهدينا السكاكين مش ماضية. استنى هاي واحدة إلك وهاي واحدة إلك. أوكي. هلأ بدنا نفرمهم للمسخن عشان بالفاصل الثاني بتيجي أم أمير، وبدنا نكون إحنا محضرين للبصلات. كيفني معكم؟ صح؟ يلا تشوف. واحد اثنين ثلاثة. يلا هات تشوف. يلا تشوف. طبعا البنات مشاهدينا ما قبلوا يشاركوا، خافوا على دموع عينيهم. حتى البنات بهيك اللي هي يعني مفروض اللي تعرف تطبخ ما عجبهم الموضوع لأنه في فرم بصل، هربوا من فرم البصل. فشوف الصبيان الجدعان الشاطرين، يا عين يا عين شاطرين. ايوه هيك هيك بفرمون. يلا ايوه شاطر. هات نحطهم بهيدا، نحطهم بالقلايه. يلا فرموا. ايوه تنشوف. يلا شاطرين والله الشباب بفرم البصل. دمعتوا ولا لسه؟ لسه. ايه ما دمعتش اشوف دموعك انت. لا والله ما دمعوش هدول الاولاد، شاطرين شاطرين ما شاء الله عليهم. شو بدك بس تكبر تصير؟ شو حابب تصير بس تكبر صخير؟ شو حابب تصير بس تكبر؟ مطعم. لك ايش حابب تشتغل بمطعم؟ لا حابب تصير شيف. طيب منيح والله، هينا احنا اخذناك على اول الطريق، هلا بدي يصير عندنا الشيف صخر. شاطر. حب تعرف تطبخ؟ بتعرف تطبخ؟ اوكي. شو بتعرف تطبخ بالبيت؟ شو بتطبخ؟ يا تشي كل اشي بتطبخ؟ بتعرف تعمل شكشوكة؟ والله بتعرف تعمل مقلوبة؟ طيب واحمد انت شو بتعرف تطبخ؟ بتعرف تطبخ؟ شو بتطبخ انت؟ شو بتحب تطبخ؟ كل اشي بتعرف تطبخ؟ ولا بتعمل سندويشات؟ لا كل شيء. بتحب السندويشات ولا الطبخ؟ طبخ. حب المقلوبة؟ والمسخن؟ ايوه. طيب
قلت لي اكثر ماده شاطر فيها بالمدرسه شو هي؟ شاطر والله، سريعين الشباب. اوب 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 شاطرين. اها يلا والله. هي هيا ست ام امير عملوا لك البصلات، شايفه؟ الصبيان اشطر من البنات مبينين بالمدرسه. على فكره في هون تقريبا 53، هن مجموعهم يمكن 75 طالب. انتم تقريبا في 13 بنت والباقيين كلكم صبيان. ايوه مش هيك؟ صح. طب اكثر لعبه بتحبوا تلعبوها شو هي؟ الرياضه. الرياضه؟ شو بتحبوا تلعبوا بالرياضه؟ الفوتبول؟ حلو. انا على فكره جايبه لكم معنا هدايا فطابل عشان تلعبوا فوتبول. طبعا انتم في لكم هدايا بعد باخر البرنامج، لانكم كمان انتم كنتوا شاطرين، وللكل في هدايا ببرنامجنا اليوم، ببرنامجنا رمضان مع احسان وبجمعت. زعفوا لهم يا عم اللي انتوا قاعدين، ها شايفين كيف شاطرين؟ شاطرين. شكرا لك. وفي مين بتحب تعايد تقول كل عام انتم بخير؟ للجميع. لمين؟ قول لي مين بتحب تعايد؟ هاي الكاميرا قدامك، ومين بتحب تعايد؟ للجميع. للجمعية بتحب تقول لهم كل عام وانتم بخير، ومين كمان؟ مين كمان بتحب تعايد؟ ايه؟ تستحيش. الناس. الناس. مين مين بتحب تعايد؟ عندك خوات هون؟ عندك اخوة هون؟ انا اخوة بس. ايه؟ اخوة. عندك اخوة؟ طب شو بتحب تقول لهم كل عام وانتم بخير؟ كل عام وانتم بخير. ايوه. ايوه خلي قلبك جامد. احكي كل عام وانتم بخير. وانت يا احمد مين بتحب تعايد؟ للناس كلهم. كل الناس كلهم؟ عندك خوات عندك اخوه؟ طب قول لهم كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. بس هيك كل عام وانتم بخير؟ شو بدك؟ ايه طيب هلا احنا بتعرف برمضان انتم بتصوموا برمضان ما هيك؟ اوكي. طيب وبالعيد شو احب شيء بتعملوه بالعيد؟ نلعب. كله بتلعبوا بتلعبوا. وين بتروحوا طيب؟ وين بتشموا الهواء بفلسطين؟ أنا قالوا لي إنه بتروحوا رحال وبيطلعوكم، وين بتروحوا؟ على نابلس وعلى الرحال. والله بتروحوا على نابلس وبتروحوا على رحال؟ على ريحة. وعلى ريحة؟ بتحبوا ريحة؟ رحتوا على التلفريك؟ شفتوا شو حلو التلفريك؟ ركبتوا بالتلفريك؟ والله قلبكم قوي. على كل حال يلا كل عام وأنتم بخير، ينعاد عليكم. وشكرا إنه أنتم كنتوا معي ببرنامج رمضان مع إحسان، وان شاء الله كل سنه وانتم سالمين. خلينا اذا مشاهدينا في لكم هدايا، ها اوعوا تفكروا. على كل حال خلينا نروح مشاهدينا لفاصل. مثل ما قلت لكم هذا البرنامج برعايه مسلماني هوم والعام الاذاعه والتلفزيون وجمعيه دار دار اليتيم العربي. اذا مشاهدينا نروح لفاصل واوعوا تتركونا، راجعين. رجعنا لكم مشاهدينا مع الشيف ست ام امير، شيف الجمعيه جمعيه دار اليتيم العربي. اهلا وسهلا فيكي. وشفتي الشباب احمد وصخر حضروا لك البصلات، وهلا خلينا نحط الزيت. قديش بدك تحطي زيت؟ تفضلي. اوكي خلينا تقريبا يعني كيلو بصل قديش بده زيت؟ نص كيلو زيت. بده بتكتروا الزيت هون انتو. لانه بلادنا بلد الزيت يعني طبعا. اوكي. وهي الجاجة اللي هيدا حطيناها، المي احنا سخناها بدنا ننزلها. ايوة حلو. تسلق الجاجة لتستوي وبعدين منحط ورق الغار. ورق الغار. خليني اضف لك كمان مي، خليها تاخدها الكاميرا. ايوه بتسلق الدجاج وبعدين بس يطلع الهايل. ايوه نحط الملح. يعني شغله كثير بسيطه، هاي اكله شعبيه فلسطينيه بكل بيت موجود، وخاصه اكثر شيء بعرف لما يكون موسم الزيتون وموسم الزيت، فبتصير لما تمشي بالطريق بفلسطين بتلاقي دائما الطابون، وبتلاقي الناس يا بحطوا لك زعتر يا بحطوا لك جبنه بلديه، يا اما بيكون الظهر وقت المسخن، فبيكون كل العيال الفلسطينيه بشهر الزيت والزيتون كلياتهم بيطبخوا هاي الاكله اللي هي المسخن. صح؟
عندي معلومات منيحه. الف. طيب قد ايه صار لك بالجمعيه امير؟ اللي هي السنه الرابعه. صار لك 4 سنين بالجمعيه. تعلمت الطبخ كيف؟ من اهلي من امي. يعني ما رحتي على مدرسه؟ لا 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 ما رحتي. طيب هلا احنا لما هون بدنا نقلي البصل قديش تقريبا بدك تحطيه وقت؟ بده نص ساعه تيستوي وتشوفي انت استوى. يعني ما مرات البصل هذا البلدي ما هو اللي مش بلدي بيستوي بسرعه، انت حسب كيف يعني بتشوفيه. هلا في مشاهدين عندنا البصل الاحمر بيقولوا عنه البصل البلدي. الهندي هذا المصري هذاك المصري احنا بنقول له الهندي. والبصل الابيض هذا العادي. العادي هذا ما باخذ كثير وقت على الغاز. يعني هذا بلاقي فيه مي كثير هذا بيستوي بسرعه. طيب هلا احنا لما بنحط البصل بتحطي عليه الملح؟ حطيتي بتحطي على البصل ايش؟ الملح. الملح طبعا وشويه سماق لحتى يستوي. يعني بده قد ايه وقت تقريبا؟ اكثر من نص ساعه؟ لا بده نص ساعه هذا البلا. هذا بده نص ساعه. طيب حط فلفل اسمر وسماق. بتطيبوه فيه مع زيت الزيتون، بنضلنا نقلي فيهم تا يستوي. وبكون الجاج طبعا مشاهدينا استوى مثل ما شفتوه. حطينا الجاجة تقريبا بدها ساعة، وإذا عندك طنجرة ضغط تبعك ربع ساعة تاخذ ربع ساعة. من المسلماني هون موجودة وبتاخذ ربع ساعة. الجاج كتير بسرعة بيستوي. ربع ساعة. مش ديك بلدي، وهدول ديك البلدي بياخذوا وقت وأطيب. اسمعوا مني، الديك البلدي بس هلا بطلوا كلهم بيجيبوا لنا هذا الجاج اللي بعشرين يوم بتصير جاجة، بتكون صوصة بتصير جاجة. إذا مشاهدينا خليني روح لفاصل صغير وراجعت لكم، خليكم معي. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، وطبعا معنا ام الامير الشيف ام الامير، ولكن خليني استقبل امنياكم رئيسه الجمعيه اللي هي الست فوز تايه. اهلا وسهلا فيك يس، تفضلوا. مع طبعا الشابين اللي فرموا لنا البصل الله يرضى عليهم. ايوه اهلا وسهلا ام الامير، تفضلي جنبنا كمان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضلوا. اول شيء انا لانكم فرمتوا بصل بدي اعطيكم، انتوا اللي بتحبوا الفطابل هيا لاحمد فوتبول تنفخوا طبعا، وكمان لك هي كمان فوتبول. كل عام انت بخير، كل عام انت بخير. شكرا لكم. بنرحب فيك ست فوز التايه اللي انت رئيسه هاي الجمعيه اللي استقبلتينا، واحنا بصراحه مبسوطين وعضينا اليوم ممتع معكم. الله يخليكي تسلم. شكرا لك. بحب نشكرك يعني. احنا بنشكركم جزيل الشكر، بنشكر هيئه الاذاعه والتلفزيون، بنشكرك انت اخت حسين على هذا اليوم الحلو اللي قضيناه مع بعض. بحب هاي المناسبة، مناسبة شهر رمضان الفضيل، انه نعيد على شعبنا الفلسطيني في كل اماكن تواجده سواء داخل الوطن او خارج الوطن. نعاد عليكم ان شاء الله، وتكون اراضينا كلياتها محررة باقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. واهلا وسهلا فيكم باي وقت. شكرا. شكرا لك، وخليكي معنا لنشوف ام الامير بتعملنا الفاينل هلا البصل يلا تفضل. يا عيني المسخن طبعا. كيفك انت والمسخن بنا فوز؟ بتحبي اسكى اكلي؟ اسكى اكلي. بس تغطوا منيح. ولا شيء رصبوها مع حبه حامض بضل شيء. انت بتعملي هيك بتحطيه؟ بدي اشوف كيف بيعملوا. شوفوا اهلته الكرم بيعملوا. ايوه حطي. شفت على الجمعيه؟ طبعا طبعا، ما عرفنا عليها الشيف تبع الجمعيه، بس بدنا نشوف نورجي مشاهدينا كيف اهلته الكرم كيف ببلوا الخبز بزيت الزيتون. هلا احنا امرار بنحط معه ام امير مرق الدجاج، صح ولا مش صح؟ انا بالنسبه لي لا. زيت على الحل معناته هون يا ويلو بينمغص الواحد وحالته حالي. لا لا ما بنمغص. اذا بياخذ برد. لا هي ما هي لما بتشوفه ما فيش، مش الزيت مش الزيت كثير ما بنستعمله كثير. بعدين اياتا يعني الاكله احط شرحي جنبها الحامض ولا شيء هيك يعني. هي اعطتكم الوصفه عشان ما تنمغصوا. كله ليمون. كله ليمون. كله حامض. كله ليمون. كله حامض ما بضل في شيء. طبعا بشهر رمضان جنب الفتوش والسلطه وهيك، بس انا بحبه برضه المسخم شهر رمضان بغض النظر. وبعدين بترش عليه السماق طبعا، واحنا طبعا بعدين اللوز.
اللوز اه او شايفين طبعا وزكاته باللوزات هذول اللوزات طبعا اللي بنحط الدجاج فوقيه والدجاجه طبعا احنا مشاهدين حطيناه بالفرن هلا من طوله محمره ومقمره ايه وهيدا الفرن سامسونج ايوه من عند مسلماني هوم و بترجعي كل الرغيف. هلا بدي اسالك سؤال ثاني معلش تفضل. انا لانه بعمل مسخن بس هلا انا مثلا بحب حمره بالفرن بنحمر فيك في يعني بنرجع بنحطه بالفرن واحد واحد قبل اللوز واحد واحد بتحطوه اوكي فهمت عليك بس ما يعني يعني قبل اللوز ما يتنشف طيب بدي اسال سؤال ثاني معلش انا كل الاسئله بسالوها النسوان تبعوا البيوت هلا مثلا بس بنحط على البصل شفتكم انا بس الفلفل الاسمر وشويه سماق وشويه كمون عشان النفخه أيوة. طيب غيره بنحط مثلا بهارات مشكله هيك اشياء لا بيغير طعمه بتغير طعمه يعني لانه هذا مسخن مش لهذا اي أيوة والله بتعرفي انا كان كنت اعمله غلط بغير أنا طعمه انا كنت حط بهارات والله لا بغير طعمه لا بس هيك اطيب بده يطلع اكيد واليوم فطورنا عندكم يعني اهلا وسهلا متوصين فينا مدلعيننا اليوم اهلا وسهلا طبعا شكرا شكرا لكم عن جد شكرا هات الدجاجه يا ام امير الدجاجه من الفرن ايوه افتحي عادي ايوه هينا كمان يا عيني عليك ايوه تحمر الدجاج ما بتحطوا عليه شيء هو بتحمر يعني مثل تحمر ليمون زيت وحامض ليمون وزيت او شويه بهارات اوكي اذا مشاهدينا ايوه دلعي شايفين مشاهدينا هاي وجبه مسخن من عند اهله الكرم من جمعيه اليتيم العربي وبحب مشاهدينا ام امير مين بتحب تعايدي بعيد على جميع الام الاسلاميه وعلى هي الاداريه اللي متواجده معنا واهلا وسهلا فيكم وفيهم على هيئه التلفزيون الفلسطيني وشكرا لكم كثير شكرا لك ام امير غلبناكي احنا وشكرا لجمعيه اليتيم العربي حية على استقبالهم لنا واليوم كان مسخن بجنن وبحب اشكرك سهلا تسلم شكرا لك ولكن احنا بعد ما خلصنا بدنا ناخذ الهدايا نوديهم للولاد ايه ولا يهمك يلا هلا هلا مع احنا طبعا واخوات الهيئه الاداريه هيئتنا مع بعض نوزع الهدايا على النزلاء طبعا مشاهدينا هلا قبل ما تخلص حلقتنا احنا بعد ما الافطار احنا وياهم طبعا برعايه هيئه الاذاعه والتلفزيون راح يكون عندنا هدايا كمان مقدمه من هيئه الاذاعه والتلفزيون لاطفالنا اللي في بيت اليتيم العربي وبنقول لهم كل عام وانتم بخير يا رب خير كل سنه وانتم سالمين وكل شعبنا بخير وبحب اشكر مكاتبنا مكاتب الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون في قلقيليا وبطول كرم وبنابلس وعلى راسهم الاخت سماح نصار اللي والاخ عروه يتيم اللي هن سهلوا لنا كل مهمتنا في المحافظات في الوطن بحب لكم كل عام وانتم بخير بس خلينا نروح نوزع الهدايا ومن لكم عن جد انه خلصت حلقتنا لليوم وكل سنه وانتم سالمين يا رب واولادكم سالمين وكل مسخن وانتم بخير وطننا بخير وطننا بخير والى اللقاء باي